جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بالنسبة لصلاة الجمعة، إذا كان الإنسان بعيدا عن المدينة أو عمله لا يسمح له بصلاة الجمعة ولا يستطيع أن يتركه من أجل صلاة الجمعة، فكيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان بعيدا عن البلد ولا يسمع النداء فإنه لا يلزمه حضور صلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا كان يسمع النداء لصلاة الجمعة إنه يلزمه الحضور مع القدرة، أما إذا كان بعيدا في مسافة طويلة لا يسمع النداء فإنه لا يلزمه الحضور، وإن حضر وصلى فهو أفضل وأكمل أجرا. وإذا كان يترتب على ذهابه إلى الجمعة ضياع ماله أو ضياع ما هو مستحفظ عليه كالأجير الذي استحفظ على مال يرصده ويرعاه من الضياع أو من الإتلاف أو من السرقة، فإن هذا عذر له في أن يصلي عند هذا المال الذي استحفظ عليه.